السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم. أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الأسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. توقفنا في المحاضرة الماضية عن أنواع المحاليل المختلفة والكاره والمحب للوسط إلى آخره. النهاردة بنبدأ الفيديو بتاعنا في خصائص الغرويات، وقلنا لماذا الغرويات؟ يعني آدي السبب، يعني ده السؤال بتاعنا وآدي الإجابة على طول بتجيلنا حالا أهي، لأن السيتوبلازم عبارة عن محلول غروي، وعشان نفهم خصائصه لازم أفهم خصائص الغرويات. فبنتكلم في الأول على النفاذية للمرشحات، المرشحات اللي هي الحاجات اللي بنرشح بيها زي الفلتر بيبر اللي هي ورق الترشيح وخلافه. يعني المحلول الغروي ده احنا اتفقنا ان الجزيئات بتاعته اللي هي بتدوب، لما بقول جزيئاته ما اقصدش اللي ضايق الميه، اقصد الحاجه اللي دايبه في الميه. خلاص، اذا كان سكر، اذا كان ملح، اذا كانت، طبعا ده محلول حقيقي، لكن الحاجه اللي دايبه في الميه وهتديني معلق، هتديني متاسف، هتديني غروي، يبقى عباره عن مذاب ومذيب. احنا قلنا ان المذيب هيعدي لان حجم جزيئاته صغيره، هيعدي. يبقى اذا الفيصل عندي هنا والمنوط بيه الكلام كله هو المذاب، عشان نتكلم عليه هو المذاب. خلاص، ده ورق الترشيح العادي الاثنين هيعدوا، ولكن اذا استخدمنا ورق الترشيح ده ثقوب صغيره، ايه بقى اللي يحصل؟ اهو جزيئات المذيب صغيره هتعدي، بينما جزيئات هتحجز جزيئات المذاب عشان كبيره الحجم. ده لو استخدمنا ورق ترشيح مخصوص. اهو لو بصينا كده، وعشان كده لو كان عندنا هنا سائل ودايب فيه او اكتر من سائل، يعني مثلا الحاجات الصغيره لو عندنا هنا اكتر من سائل، يعني الاخضر ده جزيئات صغيره وكانت دايبه في عطشه محلول حقيقي، وادي اكبر شويه وكان في بقى ايه اللي هو المحلول الغروي اللي هو الوسط او الحاجات الكبير الحجم الكبير ده. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل لما اجي احط كلهم على بعض، عايز افصلهم انا، كلهم دايبين في ميه، لما اجي احطهم الميه هتنزل اكيد، لان ده المذيب واحنا قلنا حجم جزيئاته صغيره. ومين كمان هينزل؟ هنلاقي الحجم الاصغر ينزل اهو الاول، ثم يتبعه الحجم الاكبر سنه صغيره لو الفتحات تسمح. لكن اللي هيتحجز هنا مين؟ جزيئات المحلول الغروي، اقدر ادوبها تاني، يبقى انا كده فصلت الغروي عن المحلول ايه؟ الحقيقي. عشان تتخيلوا الموضوع ده، تخيلوا انه في اتوبيس زحمه جدا جدا، مفيش فيه مكان لحد، واتنين، واحد رفيع خالص وواحد تخين جدا، الاتنين دخلوا من الباب اللي في الخلف وعايزين يعدوا جوه الاتوبيس ويطلعوا من الايه؟ الباب اللي قدام، او لو في كوريدور ممر زحمه، يعني زحمه، الباب بتاع الدخول زحمه جدا، واحد سمين شويه وواحد رفيع خالص. السمين ده عشان يقعد يعدي ويقعد يوسع ما بين الناس وكده هياخد وقت، التاني بقى هيعدي بسهوله تك 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 ما بين الاثنين ناس، ويعدي من ده ومن ده ومن ده، هنلاقيه طلع من الباب التاني اسرع. اهو نفس الكلام هنا، يبقى هيعدي اسرع، يبقى دي النفاذيه من المرشحات. نيجي لصفه تانيه اللي هي الحركه البراونيه او العشوائيه نسبه الى العالم روبرت براون اللي هو لاحظها في تجربه ما، يعني مش احنا في غنى عن ذكرها حاليا، لكن لاحظ ان الجزيئات بتتحرك حركه عشوائيه، يعني قاعدين بيخبطوا، مش مثلا واحده تمشي يمين وواحده يسار وواحده فوق واحده، لا لا لا، في كل الاتجاهات، بحيث واحده تيجي قصاد واحده يخبطوا بعض، فدي ترجع الاتجاه ده وترجع، فدايما تبقى موجوده في حيز واحد عماله تتحرك في كل الاتجاهات. هذه الحركه العشوائيه بتاعت حركه اللي بيسموها حركه عشوائيه او حركه براون نسبه الى اللي لاحظها في الاول، دي بتؤدي الى ان المحلول يبقى ثابت ولا يستقر؟ ها؟ ولا يعني يترسب؟ الجزيئات تترسب؟ لا، تنفصل؟ لا، قاعدين بيخبطوا بعض كلهم فيفضل دايب على طول، ده بتساعد على عمليه الذوبان. يبقى اذا الصفه الثانيه اللي هي حركه براون، الحركه العشوائيه بتساعد على الذوبان وليس الترسيب. نيجي لظاهره اخرى اللي هي ظاهره تندل نسبه برضو الى العالم اللي اتكلم عنها، هي عباره عن ايه؟ باختصار شديد احنا قلنا ادي محلولين اهم، ادي محلول حقيقي لان انا مش شايف المذاب اللي فيه، داب مش شايفه، سكر دوبته خلاص مش شايفه، لكن هنا مثلا شويه نشا صغيرين ولا اي حاجه دايبه هنا اهوت، معكره، ده غروي، لا هو معلق ولا هو مستحلب، حاجه وسط بين الاثنين. طيب
لما اجي اعدي شعاع ضوء ما بين الاتنين، ايه اللي يحصل؟ الجزيئات بتاعت المذيب في الاتنين ميه فصغيره. هنا الملح او السكر برضه صغير جزيئاته، فجزيئات اشعه الضوء هتعدي هنا بسهوله، مش هتلاقي حاجه تخبط فيها. اما لما تيجي تعدي هنا جزيئات او البارتكلز بتاعت اللي هو الماده اللي ذايبه في الغروي كبيره، فتخبط فيها فتبعثر اشعه الضوء، فاقدر اشوف شعاع الضوء بالشكل ده. نفس الكلام هنا، ادي شعاع ليزر اهو، لما يعدي هنا جزيئات صغيره مش هيتصادم، هيتصادم معاها بس مش هتشتته. اما هنا الجزيئات عشان حجمها كبير شويه فتبتدي يتصادم فيها اشعه الضوء وتشتتها، فاقدر اشوفها بالشكل ده. يبقى رؤيه شعاع الضوء وانا باصص عمودي على الاناء اثناء مرور اشعه الضوء في المحلول الغروي هشوفها، يعني بتمر هنا وبتتصدم بس صدمات صغيره، وبالتالي ما تتشتتش كبير، لكن هنا تتشتت نتيجه كبر حجم جزيئات مين؟ الغروي، وبالتالي نقدر نشوفها، ودي بما يعرف بظاهره ايه؟ تندال. طيب او تندال اللي هو العالم يعني. طيب ايه اللي بقى اللي بيحصل؟ الصفات الكهربيه للمحلول عفوا غالبا بتبقى الجزيئات المذاب اللي حاجه اللي هتدوب بتكون عليها شحنات، زي ما احنا هنكبر شويه كده، متشابهه، يعني ادي جزيء وادي جزيء، الشحنات شبه بعضها، فموجب مع موجب هيتنافر، موجب مع موجب طب لو كان سالب اهو، سالب مع سالب هيتنافر وهكذا. هذا التنافر يجعلهم دايما بيخبطوا بعض ويبعدوا عن بعض، ده بيساعد، والحركه الدايمه دي بتساعد على ايه؟ انه دايما يبقى بتساعد على عمليه الذوبان. يبقى عمليه التنافر نتيجه شحنه متشابهه، فيظل سائب دايب يعني، فما يترسبش او ينفصل، يبقى برضو الصفه دي اللي هي الشحنات دي. طب هيفضل دايب بالشكل ده، فنفترض ان انا عايز ارسب هذا المحلول الغربي، مش عايز يفضل يتحرك، انا عايز ارسب ايه؟ ارسب مين؟ مش هرسب المذيب، ارسب الماده دي. الترسيب بعمل ايه؟ يبقى لازم اشيل الشحنه اللي عليه، لو في شحنه هنا سالبه احط له شحنه موجبه تتشال الشحنات، فما فيش داعي بقى للتنافر خلاص، فالاتنين يرسبوا، سواء كانت موجبه احط لها شحنه سالبه او العكس. طيب المحلول الغروي احنا قلنا بيكون حواليه شحنتين، المحب او ده محب للوسط فشحنه ثانيه، يبقى لازم اشيل الشحنتين. يبقى المحلول الغروي المحب للوسط بيكون على الشحنه بتاعته ومحاط بشحنات تانية من الوسط اللي حواليه، يبقى لازم اشيل الموجب ده الاول وبعدين اشيل السالب عشان ارسبه، يبقى ترسيبه هيجي بصعوبه شويه. اما الكاره للوسط مفيش غير شحنه واحده اللي عليه اهي، زي هنا ده كاره للوسط، فبالتالي ايه اللي يحصل؟ مجرد ان اشيل الشحنه اللي عليه خلاص هيترسب. اما المحب للوسط لازم اشيل الشحنتين اللي موجودين عليه. نيجي لصفه اخرى ما تعرف بالتشرب او الامبيبيشن، اللي بيحصل ايه؟ مش عايز اقول امتصاص، لان الامتصاص محتاج قوه، محتاج شغل، محتاج طاقه. ورقه النشاف دي لما اقربها هنا اهو من الحبر هنا، هل الورقه دي فيها طاقه بتشفط؟ لا، ده مجرد ان السائل ده يخش ما بين الجزيئات اللي هو الكابيلري تيوبس او اللي هي الشعيرات الشعريه، القنوات الشعريه، الانابيب الشعريه اللي هنا ما بين جزيئات الورقه، فبتشرب يعني يتسحب لوحده كده. في قابليه للتشرب. طب انا بتكلم على الصفه دي ليه؟ الحقيقه ان المحاليل الغرويه الماده اللي بتدوب بتكون ليها قابليه لتشرب، انها عايز اقول يمتص، بس ان يبقى لينا حذرين انها مش امتصاص، هو اسمه تشرب خلاص، لان مش هي يعني. طب انا استفدت بكده بايه؟ لا، ده تفسير اللي بيحصل في البذره. اللي بيحصل يا جماعه الخير ايه؟ ان البذره بيكون جوه، البذره هنا اهو جواها في اندوسبرم مع الجنين اللي هو عباره عن نشا يعني، وده ماده غرويه لما تدوب فليها قابليه انها تتشرب الميه من حواليها، لما تتشرب الميه وتخش جواها تكبر كده في الحلق، اللي يحصل تزيد لانها في حيز مقفول. هذه الزياده تؤدي الى ان البذره القشره بتاعتها تتقطع ويبتدي الجنين يخرج، وبالتالي يحصل عمليه الانبات اهو. يبقى بيتولد ضغط نتيجه وجود محلول في حيز مغلق، يبقى كما يحدث في بذور ايه؟ النبات. يعني احنا تفسيرنا هنا اهو، ادي يحدث في بذور النبات تتشرب نتيجه وجود ماده النشا وليها قدره على الوسط، فبالتالي بتكبر في الحجم وتقطع القشره عشان تدي فرصه للجنين انها ينمو ويخرج من البذره زي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا بهذا الشكل. نيجي لصفه اخرى اللي هي عمليه السطح البيني. احنا قلنا الجزيئات بتاعه الغروي بتكون مالها؟ بتكون وسط ما بين الكبير والصغير. الحقيقه لو انا عايز اخلي في نوع من النشاط وان ازود نشاطها لازم اكبر مساحه السطح. مساحه السطح يعني ايه؟ السطح بيسموه السطح البيني.
لو بصينا كده يا جماعة الخير أهو، مش هنضيع وقت في الحساب قوي. لو أنا عندي الجزيئات بتاعة المحلول الغروي كبيرة بالشكل ده، مكعبات أهي مثلا 2 في 2، وطبعا كان لازم هنا في كمان 2 لأن ده مكعب 3 أوجه يعني، خلاص. المهم هل هنا في كام وجه؟ 6. طب لما نفس المكعب ده هو قسمته بالطول وبالعرض، يعني بقى بالشكل ده، لما قسمته هنا هيبقى هنا سنتي وسنتي، وهنا نفس الحكايه سنتي، هيبقى 4 مكعبات كل واحد فيهم سنتي في سنتي في سنتي. هل الجزء ده يبقى اكثر نشاطا ولا الجزء لما يتقسم كده؟ هنشوف مع بعض. بنقول ان عدد المكعبات هنا كان 1، هنا في الناحيه التانيه كانوا 8. هنا المكعب الاولاني كان ابعاده 2 في 2، المفروض اقول في 2 بس، انا طبعا عشان عايز احسب مساحه فبحسب الوجه الواحد، يعني المربع ده 2 في 2 مساحته، واضربه في الستة اهو، ادي 2 في 2 في 6 اوجه، 2 في 2 ده المربع الواحد يدينا 4، في 6 يديني 24، يبقى ده مساحة السطح بتاعة الستة اوجه. طب في الحالة دي انا عندي 8 اوجه، الوجه الواحد بيحصل ايه؟ 2 في 2 في 2، اللي هي عبارة عن كام؟ 2 في 4 و2 في 8، لما اضربهم بقى في 8، شفتوا بقى يحصل ايه؟ اضرب بقى في 8. طب هنا الـ8 عدد المكعبات ده في الحالة هنا دي، الحالة التانية بقى ادي 8 عندي بره هنا، وعندي الواحد فيهم 6، اضرب واحد وواحد، المكعب الواحد الصغير 1 في 1 مساحة الوجه، فعدد الأوجه بتاعة المكعب الصغير الواحد يديني 6 في 8، 8 مكعبات يبقى 48، يبقى مساحة السطح هنا زادت، الحجم بتاعهم فضل زي ما هو بالحساب، يعني احنا مش هنضيع وقت في الحساب. المهم لما اجي اقسم بقى مساحة السطح دي 24 على 8 تديني 3، هنا 48 على 8 اعطاني 6، يبقى اذا لما اقسم مساحة السطح البين اللي بين الجزيئات على حجم الجزيئات دي، كلما كانت النسبة دي كبيرة يبقى قدرة الجزيء ده هتزيد في النشاط. ليه؟ النشاط بيحصل على السطح، السطح ده بيعمل عملية ادمصاص، مش امتصاص بالميم، ادمصاص بالدال، يعني ايه؟ بتبقى الجزيئات على السطح مش في الداخل، خلاص؟ يبقى النشاط بتاعه بيزيد. وبكده بنكون خلصنا الصفات العامة بتاعت مين؟ بتاعت المحاليل الغروية اللي منها السيتوبلازم. إن كنت وفقت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا ما كان منا يا رب. إلى أن نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنتوقف عند العنوان الجديد اللي هو الانتشار أو الذبان والإسموزية.